السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. شركة صافر تعلن استكمال حفر البئر الاستكشافية الأولى في الجوف. حضرموت إتلاف 4000 كرتون من المواد الغذائية والسجائر بمنفذ الوديعة. المستهل، بسم الله الرحمن الرحيم. صدر قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 8 لعام 2014 بتعيين 4 ضباط في مناصب مدراء للدوائر التابعة للمفتش العام للقوات المسلحة، وهم عميد ركن عبد العزيز محمد حمود صلاح مديرا لدائرة تقييم القوى البشرية، عميد ركن محمد سالم عبد الله مدي حج مديرا لدائرة تقييم الجاهزية والفنية والتكتيكية، عميد دكتور عبدو سعد ناجي مثنى مديرا لدائرة تقييم الأداء اللوجستي، عميد ركن محمد فاضل علي سالم الردفاني مديرا لدائرة تقييم الأداء العملياتي. أعلنت شركة صافر في بيان رسمي استكمال حفر البئر الاستكشافية الأولى في المنطقة الغربية في قطاع 18 الممتد من محافظة مارب إلى محافظة الجوف، وأعلنت استكشاف غازي. وقال البيان الصادر عن شركة صافر أن نتائج مجسات البئر الأولى أظهرت وجود عدة نطاقات هيدروكربونية في تكوين لام، وتم اختبار أول نطاق وأظهر النتائج الأولية اكتشاف غازي في هذا النطاق، حيث أنتجت البئر حوالي 6 مليون قدم مكعب من الغاز بمعدل يومي، ولا يزال التقييم في مراحله الأولى، وستواصل الشركة اختبار النطاقات الهيدروكربونية الأخرى في البئر في الأيام القادمة. الجدير بالذكر أن شركة صافر تقوم بعمل استكشافي مكثف في قطاع 18، ولا تزال تستهدف حفر 3 آبار استكشافية في نفس المنطقة الغربية، ولديها خطط استكشافية أخرى. عقدت اليوم القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطرة اليمن لقاء موسع مع اللجنة المركزية وأمناء فروع الحزب بعموم الجمهورية وبحضور ممثلين للجنة شؤون الأحزاب. وتناول المشاركون في اللقاء ضرورة مشاركة الحزب في المرحلة القادمة والتي ستشهد صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات، وأكد المشاركون على أهمية الخروج برؤية موحدة للحزب تجاه مخرجات الحوار الوطني وبشكل يعزز وحدة النسيج الوطني والقومي. يذكر أن هذا اللقاء يعقد في إطار تشاوري. هو هذا اجتماع تشاوري، الرفاق يجتمعوا، وهذه ظاهرة صحية، عليهم هم أن يتبادلوا الآراء والأفكار مع بعضهم البعض، ونحن افتقدنا هذه الظاهرة من وقت طويل، لكن إن شاء الله تتكرر، وإن شاء الله تفتح أبواب واسعة للمزيد من التشاور والخروج بآراء صائبة. نحن أخطأنا في الماضي، لكن لا نريد أن نكرر الخطأ هذا مرة أخرى. الهدف من اللقاء الموسع اليوم هو مناقشة ما خرج به اليمنيون من حدث وطني هام، هو الحوار الوطني ومخرجاته، ونحن طبعا ملزمين على أن يكون هناك دور فاعل لحزبنا في تطبيق المساعدة العمل من أجل تطبيق هذه المخرجات على مستوى الواقع الوطني. والهدف الثاني هو تفعيل مؤسسة الحزب المختلفة وعمل خطة مستقبلية للعام 2014. اجتماعنا هو اللقاء التشاوري السنوي الذي يعقده الحزب سنويا لمناقشة الخطط التنظيمية ثم السياسية ثم الإعلامية، ونعطي توجيهاتنا لمؤسسة الحزب على المستوى القاعدي وبالنسبة للحاليا، ونطلعهم على آخر المستجدات الموجودة على الساحة اليمنية وما تم خضع عنه الحوار الوطني ومخرجاته. أتلف فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمنفذ الوديعة محافظة حضرموت أكثر من 4000 كرتون وكيس من المواد الغذائية وسجائر ومواد أخرى، وتم إتلاف الكمية نتيجة لمخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة بحضور ممثلين عن الهيئة ومكتب الجمارك والنيابة. يشار إلى أن إجمالي الشحنات التي خضعت لإجراءات الهيئة خلال عام 2013 الواصلة إلى كافة المنافذ بلغت 68,149 شحنة، أفرج عن البعض منها، فيما تم إعادة العديد منها إلى بلد المنشأ لمخالفتها للمواصفات. كمية كبيرة من
نظم العديد من مشايخ وأعيان ووجهاء وأبناء محافظة عدن اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمن السياسي بمدينة التواهي احتجاجا على اعتقال 24 شخصا من أبنائهم أثناء قيامهم بنزهة ترفيهية في ساحل كوبجان بمديرية البريقة. حد قول المحتجين أعاد وكيل الأمن السياسي لمحافظة عدن ولحج أبين اللواء ناصر منصور هادي أثناء لقائه بممثلين عن المحتجين وعد بإخراج المحتجزين يوم غد الأربعاء. ونفى هذه الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول اتهام الشباب المعتقلين بمحاولة تفجير مصافي عدن. إلى إقليم تهامة حيث اتهم العديد من مالكي المحطات بالحديدة شركة النفط بالتسبب في خلق أزمة الوقود بسبب تقليصها لمستحقاتهم التموينية من المشتقات النفطية وخاصة الديزل، الأمر الذي أدى إلى وجود أزمة حقيقية ولدت سوقا سوداء في العديد من الخطوط الرئيسية في المحافظة الحديدة خاصة خطي الحديدة تائز والحديدة حرض. وقال العديد من مالكي المحطات أن المنشآت النفطية في الشركة أصبحت تعطيهم نصف الكمية التي كانت تمنحهم إياها سابقا. من جهتها أرجعت مصادر في شركة النفط سبب تقلص الحصة على أصحاب المحطات من المصافي نتيجة لوجود مشكلات بين وزارة المالية ووزارة النفط والمعدن. يشكو أبناء منطقة ريدة بمحافظة عمران من ممارسات ميليشيات الحوثي التعسفية مطالبين أجهزة الدولة ببسط نفوذها على جميع مناطق الجمهورية. نتابع المزيد في سياق تقرير الزميل علي المضلعي. نعم للحوار الوطني هو العنوان الأبرز الذي توج به أبناء مدينة ريدة هام مدينتهم بحفاوة الأمل الذي يجرهم لنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق مخرجاته، ليظهر في المقابل عنوان الحوثي الذي لا يجيد سوى مجامع مسلحة تسعى بالتخويف والتسويف أوساط ناس جعلوا حب بلادهم والدفاع عنها قبلة يستقبلونها حينما تكبر أفواه مدافع المعتدين. نطالب الدولة بمتن نفوذها في جميع المناطق والمحافظة من أجل استتباب الأمن والاستقرار. والذي يريد الفوضى في ريدة أو في غيرها تمام هو بيحاول يعني يؤذي نفسه، لا للمظاهر المسلحة لا للعنف لا للإرهاب. البلاد بحاجة إلى التعايش السلمي والديمقراطية الحقيقية. ندعو إخواننا مشايخ وعقال وأفراد مديرية ريدة إلى أن يكونوا يدا واحدة وصفا واحدا ضد من يريد التخريب ومن يريد الإرهاب ومن يريد إقلاق السكينة العامة. ولأن الكرامة لا تقدر بثمن فقد صاغ مشايخ المديرية وثيقة شرف كدرع يحميها من اختراقات الحوثي التي جاء من أجل هدمها. الوثيقة بتنص على عدم أو خروج المجامع المسلحة من خارج المديريتين التي أتت إلى خارج إلى داخل المدن، والمديريتين التي من خارج المديريتين إن إحنا دخرج من درجع ودخرج من خارج المديريتين، وأيضا من طلب الدولة ببسط نفوذها وسلطتها على جميع المديرية. ندعو جميع أبناء المنطقة إلى نبذ العنصرية والمذهبية والناس أخوة، وأي دخيل على مدينتنا فنحن نرفضه رفض قاطع. يكون الناس يد واحدة على العدو. ولكي يعم السلام والاستقرار يستوجب على الحكومة حسم القرار كما هو مستوجب على أبناء المحافظة لملمة الشمل والتوحد بالفكر والأبدان. يأتي هذا فيما توفي مزارع ويعاني آخر من الإغماء جراء اعتداء ميليشيات الحوثي وقيامها بنهب مزارعهم في مديرية سحار. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي المسلحة اقتحمت العديد من المزارع بمنطقة الموقر بآل جسارة تابعة لمديرية سحار، وقامت بقلع أشجارها وتسويتها بالجرافات ومصادرتها من مالكيها بالقوة.
كما استنكر العديد من أبناء محافظة صدى سكوت الدولة عن ما يجري في المحافظة من طمس لكل معاني الجمهورية اليمنية وإزالة العلم الوطني واستبداله بشعارات ميليشيات الحوثي. فيما قال العديد من أبناء الطلاب بمدارس صدى أن نتائج امتحانات النصف الأول من العام الحالي والتي تم تسليمها لأبنائهم ظهرت ممهورة بشعار الحوثي وأختامهم. يأتي في هذا في الوقت الذي أثارت صورة العلم الجمهوري الممزق على سارية المجمع الحكومي بمحافظة صدى الكثير من الجدل والسخرية والتنبؤات لمستقبل النظام الجمهوري في صعدة وما جاورها. الأسبوع الثالث على التوالي واصل منتسبو السلطة القضائية بمحافظة حجة إضرابهم الشامل عن العمل احتجاجا على قيام مسلحين بالاعتداء على مبنى النيابة وإطلاق الرصاص عليه ومحاولة اقتحامه دون أن تتخذ أي إجراءات قانونية ضد الجناح. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. يواصل منتسبو السلطة القضائية في محافظة حجة منذ 3 أسابيع إضرابهم عن العمل بعد أن أعلنوا تعليق العمل القضائي في المحاكم والنيابات في بيانهم الصادر في 24 من شهر يناير الماضي. كل أجهزة المؤسسة القضائية مغلقة احتياجا على ما قامت به مجاميع مسلحة في 23 من يناير الماضي من اعتداء على المبنى ومحاولة اقتحامه وإطلاق الرصاص عليه واستهداف وكيل النيابة إلى مسكنه بحسب البيان الصادر. وبالرغم من مرور 3 أسابيع على إغلاق المؤسسة القضائية في المحافظة ومواصلة الإضراب الذي ألحق أضرارا كبيرة بمصالح المجتمع إلا أن الأجهزة الأمنية لم تقم بواجبها في القبض على الجناح، وهو ما يؤكد تدخل شخصيات نافذة في عملية الاقتحام والاعتداء حال دون تمكنها من القبض عليهم. وبحسب تصريحات مسؤولين في السلطة القضائية بالمحافظة فقد عقد صباح اليوم اجتماع باللجنة الأمنية لمناقشة الوضع في محاولة لفك الإضراب والبدء بمباشرة العمل والخروج بآلية مزمنة لذلك. طبعا اجتمعنا مع الجهات الأمنية وكان الاتفاق على أنه يتم اتخاذ إجراءات إدارية عاجلة كمبرر لفتح الإضراب ضد من يثبت خلالهم بواجبهم الأمني، وهذه الإجراءات الإدارية سيتم اتخاذها مدير الأمن على أن يتم وفاة المحكمة بهذه الإجراءات يوم الأربعاء، وينبني على ذلك فتح الإضراب يوم الأحد. وفي حال أنه لم تتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات يستمر الإضراب ويستمر المطالبة بالقبض على بقية الجناح من باشرة من غير الموظفين. استياء كبير عم الشارع نتيجة استمرار هذا الإضراب في مؤسسة يفترض أن يوفر لها ولأعضائها الحماية الكاملة، وتساؤلات يرددها المواطنون متى تتوقف مشاريع العصابات المسلحة في اقتحام المؤسسات الرسمية، وإلى متى تظل الدولة وأجهزتها الأمنية بهذا الضعف في التعاطي مع الأحداث التي تخص مصلحة المواطنين. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية محافظة حجة. إلى أقليم سبأ حيث نفذ معلمو مديرية ولد ربيع محافظة البيضاء اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب البريد بمدينة رداع احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم عن موعدها، وهدد المعلمون المحتجون بمواصلة الإضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة ومساواتهم ببقية المعلمين في مديريات المحافظة الذين تصرف مرتباتهم في موعدها. أقامت مؤسسة بلقيس للتنمية اليوم في العاصمة صنعاء برنامجا توعويا وذلك تزامنا مع توزيع مواد غذائية للأسر المحتاجة، وتهدف مؤسسة بلقيس من خلال أنشطتها المختلفة إلى تنمية المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام بما يلبي احتياجات المجتمع اليمني، وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل مشجعة على الإبداع والابتكار. هذا وتقيم المؤسسة العديد من البرامج والدورات في مجال التعليم والصحة والتدريب بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية والتي تتضمن كفالات وتوزيع مواد غذائية وأدوية ومواد صحية. تعمل مؤسسة بلقيس للتنمية على مجالات نوعية منها المجال التعليمي والذي يضم 9 مراكز على مستوى محافظات الجمهورية، وأيضا المجال مركز تدريب ولغات يعمل على في مجال التنمية البشرية، وأيضا على المجال الخيري
والذي يضم مشاريع موسمية. الهدف من إقامة البرنامج التدريبي هو توعية وتأهيل الأسر الفقيرة حتى تصبح أسر فاعلة في المجتمع ولا تصبح عالة على غيرها. أقيم بجامعة عدن حفل تدشين فعالية حملة التوعية المجتمعية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وضمانات التنفيذ في إقليم عدن بحضور محبوب علي مستشار رئيس الجمهورية وقيادات السلطة المحلية وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني وممثلين للمكونات السياسية في محافظات الإقليم عدن لحج أبين الضالع. وفي الحفل شدد المهندس وحيد علي رشيد على أهمية الانتصار الكبير الذي تحقق للوطن عموما ولمدينة عدن على وجه خاص في إعلانها إقليما اقتصاديا، وأضاف: لقد كانت لحظة حياة يوم إعلان نجاح مؤتمر الحوار الوطني، وأهاب بالجميع التفاعل بروح المسؤولية الوطنية في المشاركة بأعمال التوعية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والوصول إلى كافة الأبناء المجتمع. ختام النشرة عضو، فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء. شركة صافر تعلن استكمال الحفر للبئر الاستكشافية الأولى في الجوف. حضرموت إتلاف 4000 كرتون من المواد الغذائية والسجائر بمنفذ الوديع. وللمزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية دوما، زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.net. كما يمكنكم أيضا زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.